رحنا البقعة معزومين في ذاك، وجاء شاعر في المجلس يقول أنا لا يمكن أني أطلع من البيت إلا بعد إذن أمي، أمها كبيرة في السن وهو اللي خدمها. يقول جاء صديق اللي قال لي أبغاك تسافر معي الأردن، يقول كنت ما عندي مانع، شوف أمي إذا وافقت أنا ما عندي مانع. وراح لأمه قال يا أم فلان الست بالخير كيف الحال، أبغى أودي أروح أنا وفلان، بروح أنا وياه الأردن. أول شيء قالت ما يخالف، وبعدين قالت لا، قال لا يمكنني أعتب وأمي ما وافقت يقعد عندها. ما يطلع العزيمة، عزيمة ما يطلع منها من عندها إلا بعد ما يستأذن أمه، ما شاء الله إذا سمحت. فهو وشاعر جميل جدا، كان ودنا أنه يجي لكن يقول أنا ما أطلع من الديرة أبدا عند أمي دائما. لذلك الناس اللي موجودين كلهم والله ينظرون له باحترام، ينظرون له بتقدير، وينظرون له أنه رجل فعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. أنا أحيي فيك رجولتك أبو عايض. الله يبيض وجهك أبو عايض.